يعني صباح اليوم من بعد اعلان نتائج شركات اعمار واعمار للتطوير، النتائج تبعهم ببدايه هذا الاسبوع ما في شيء انظار تتجه غير على اداء هذا السهمين، لانه اليوم الارتفاعات كلها اللي موجوده بسوق دبي مدعومه من القطاع العقاري وتحديدا من اعمار واعمار للتطوير. الملفت من نتائج اعمار واعمار للتطوير كان مش الارتفاع يلي شفناه على اعمار العقاريه، ولكن الارتفاعات القويه اللي كانت عم تشهدها اعمار للتطوير. بالعاده بنشوف اداء استثنائي لاعمار العقاريه، ولكن اليوم عم بيكون شوية الصورة مغايرة، يعني الارتفاعات تبع أعمار العقارية عم بيكون بسبب الارتفاعات القوية اللي شهدتها أعمار للتطوير، بالنتائج تبعها عم نحكي بارتفاعات تقريبا على أساس سنوي وصلت لحدود ال 40% بالإيرادات، وبالأرباح تقريبا بحدود 160%. هذه الارتفاعات عم تنعكس بشكل جدا إيجابي على أداء السهم بقلب السوق. حتى إذا بنطلع من بداية العام لحديت اليوم منقارن أداء السهمين، حنلاقي إنه أعمار للتطوير ارتفاع تقريبا تخطى ال 50% من بداية العام، بالوقت يلي أعمار العقارية فقط 20 أو 21%، وهنا عم بيتخطوا طبيعة الحال، هن اللي عم بيكونوا داعمين المؤشر. هلا الوقت بدنا نطلع بس بهيك على المنحى الإيجابي تبع هذه البيانات للمستقبل، بعتقد الأنظار كلها حتتجه على أعمار للتطوير بسبب العائد على هذه على هذا السهم. يعني إذا بنقارنه مع أعمار العقارية حنلاقي إنه العائد عليه تقريبا بحدود 7.8%، بالوقت يلي أعمار عم بيكون 3.5. المستثمرين حيضلوا مركزين على هول السهمين، بين عمليات جني أرباح من هون، عمليات استثمار من هون. بعتقد التركيز حيكون بهذه المرحلة على شو التوقعات لل 2024 وللربع الرابع من 2023.